بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى صحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم، سلسلة سنقول لكم بيوت رعدة وتقديم إبراهيم عبد الحميد، رقم التليفون 0-16-50-47-329، جمهورية مصر العربية. الإيميل firstyear_1988@yahoo.com. فريق العمل أحمد شفيق ندى. إهداء إلى جدتي رحمه الله، وإلى كل الذين أحبوني وكل الذين أحببتهم، يحشر المرء مع من أحب. النهاردة عايزين نتكلم في حلقة ممكن نسميها كن محترفا واستخدم الكيبورد. كن محترفا واستخدم الكيبورد. بمعنى قبل كده كنا عملنا حلقة اسمها يعني ايه كيبورد في البداية، كانت تعرف الناس يعني ايه كيبورد، وجبنا صوت الكيبورد وتعرفنا فيه على مكوناتها، وكانت حلقة نص ساعة، وكانت فكرتها غريبة شوية، لانك يعني ايه بتعلم الناس يعني ايه كيبورد، ما الكيبورد الناس كلها عارفة شكلها، بس كان هدفي انك تتعرف على الزراير الاساسية وكيفية التعامل معها كويس. وكانت حلقة الحمد لله حلقة ناجحة. اللي انا عايز اقوله النهاردة هو انك تستخدم الكيبورد دي بشكل اوسع، بمعنى انك تستخدم الكيبورد كبديل للماوس. اعتماد اغلب الناس المبتدئين في تعلم الكمبيوتر على الماوس، انما الاكثر تعودا على استخدام الكمبيوتر والاكثر احترافية بيستخدموا في حاجات كتير قوي الكيبورد، لان الكيبورد بتبقى اسرع من الماوس في حاجات، زي ما الماوس اسرع من الكيبورد في حاجات، فهو دايما المستخدم بيدور على الاسرع، لانك احيانا كتير بيبقى قدامك عمليات كتير جدا، يعني قدامك شغل ساعة ساعتين مثلا، فانت لو وفرت ربع ساعة عن طريق الفرق ما بين استخدام الكيبورد والماوس يبقى انت اولى بيه، فده اللي بيحصل. زائد ان في بعض البرامج والحاجات محتاجة تعود كبير في استخدام الكيبورد، ان استخدام الكيبورد يعني افكتيف اكتر من فعال اكتر من استخدام الماوس كتير، فلازم تتعود على استخدام الاتنين استخدام كويس. مع العلم انه من المعلوم من الكمبيوتر بالضرورة، حلوة، من المعلوم من الكمبيوتر بالضرورة دي، من المعلوم من التعامل مع الكمبيوتر بالضرورة ان استخدام الكيبورد بيكون الناس الاكثر احترافية والماوس للناس الاقل احترافية. زي من المعلوم ان مستخدمي الكمبيوتر المحترفين بيعتمدوا اكتر على حاجات عميقه في استخدام الكمبيوتر اكتر من المستخدمين العاديين، بمعنى ان المستخدم العادي بيستخدم الكمبيوتر في الكوبي والبيس والكات والحاجات دي، قد يكون ده مناسب بالنسبه له، انما في مستخدم بيبقى عايز يتعمق اكتر ويزود معلوماته ويحل مشاكله ويفهم الكمبيوتر اكتر، وبعد كده يمكن يكون ياخده كمجال من المجالات اللي هو بيدرسها ويتوسع فيها، فبيحتاج يفهم حاجات كتير قوي ويتعامل مع حاجات كتير قوي. وده اللي موجود عند الحمد لله قطاع كبير من الشباب العربي. انا ازعم يعني ان احنا عندنا شباب صاحب ثقافه كمبيوتريه محترمه، في ناس كتير معلوماتها في الكمبيوتر عاليه قوي وكويسه جدا، فمن المعلوم ان هؤلاء بيكونوا عارفين حاجات اعمق شويه من المستخدم العادي. يعني مثلا في حاجه من ستارت هنا، في حاجه اسمها رن دي بتشغل لك اي حاجه، فلو جبنا في الران ديت في حاجه اسمها ريجدت اللي انا كاتبها دي، اللي هو ريجستي ريجدت، اي ار اي جي اي دي اي تي، ده ريجستي. الريجستي ده هو مدير الكمبيوتر، مدير الكمبيوتر الفعلي. فالريجستي ده جواه الخمسه دول، كل واحد من الخمسه متعلق بفرع من الفروع اللي بيتحكم في الكمبيوتر في حاجه معينه، مهم يعني. فلما تخش جوه الخمسه دول تلاقي كل واحد فيه تفاصيل كتير قوي، يعني كل واحد فاتح لك حاجات جوه كل حاجه حاجه، الحاجات ديت بتخليك تعمل حاجات كتير قوي في الكمبيوتر انت مش معتاد انك تعملها، او مش معتاد انك تشوفها. يعني مثلا تخليك تقدر تحذف الريسايكل بن، ده ابسط مثال، انت لو حاولت تحذف الريسايكل بن بالاساليب العاديه مش هتقدر ابدا، انما عن طريق الريجست ديت لو دخلت على جوجل وكتبت كيفيه حذف الريسايكل بن او ازاي احذف الريسايكل بن في ويندوز اكس بي، ودورت هتلاقي الاجابه على سؤالك ده عن طريق ريجست. فالريجست هو مجال اكثر تعمقا للتحكم بالكمبيوتر، زي ما الكيبورد هو مجال اكثر احترافيه للتحكم بالكمبيوتر والتعامل معاه تعامل اكثر احترافيه. فانا بدعو الناس ان هم يستخدموا الكيبورد اكتر ونكتب عليها اسرع ويكون تعاملنا معاها احسن، لان ده معناه ان مستوانا في الكمبيوتر بيرتفع. طبعا فايده استخدام الكيبورد ايه؟ استخدام الكيبورد له فايدتين على الاقل بسيط قوي. الفايده الاولانيه الشعور بالتمكن،
بمعنى ان انا لما بتعود استخدم الكيبورد بلاقي نفسي عندي احساس بان انا متمكن او من الكمبيوتر. ليه؟ لان انا عندي دلوقتي اداتين بدل اده واحده. في الاول انا ماسك الماوس وبنشن على الحاجه وبضغط، انما هنا لما ببدا استخدم الكيبورد بحس بنفسي اكتر، بيديني ثقه في نفسي، بيديني قدره على التركيز، لان انا بلاقي نفسي حافظ مثلا 100 اختصار من الاختصارات بتاعت البرامج المختلفة دي. فانا وانا قاعد بشتغل بالمية اختصار بلاقي نفسي ايه، اولا السرعة زادت، ثانيا الثقة بالنفس زادت. هما دول الفايدتين اللي احنا بنقول عليهم، بتحفظ الكيبورد عن ظهر قلب، سرعتك بتزيد، شعورك بالتمكن والثقة بيزيد. طب الشعور بالتمكن والثقة في التعامل مع الكمبيوتر ده حاجة مهمة. اه ليه؟ بتجد شخص بقاله 5 سنين بيستخدم الكمبيوتر استخدام واحد، بيتفرج على الكمبيوتر على كذا، بيلعب على الكمبيوتر لعبة كذا او اللعبتين او تلاتة كذا، بس ما تلاقيش عنده شعور بالثقة تجاه استخدام الكمبيوتر، تلاقيه مهزوز وهو بيستخدمه. مش معنى مهزوز ان هو ما بيعرفش او بمعنى ان هو بيرتعش، لا، بمعنى لما بتواجهه مشكلة بيحتاس بيدوخ. شعورك بالتمكن ده بيخليك تدور على حاجة بثقة. المعرفة مش بس ان المعلومة تبقى في دماغك، بس طريقة الوصول للمعلومة تبقى في دماغك. يعني المعرفة ان واحد عنده نوليدج، مش ان يكون كل معلومات الدنيا في الكمبيوتر في دماغه. لما نقول بقى ده عنده نولج في الكمبيوتر، مش ان كل معلومات الكمبيوتر اللي في الدنيا في دماغه، لا، لكن عنده معلومات كتير وفي نفس الوقت عنده قدرة عالية على التدوير على المعلومات اللي هو ما يعرفهاش او اللي هو ممكن يحتاجها في المستقبل. لان كده كده ذهنه او ذاكرته مش هتستوعب كل معلومات الكمبيوتر، ده مجال كبير جدا. فهي الفكرة دي في كل المجالات، ان قيمة الانسان مش بس المعلومات اللي جوه دماغه، لا، المهارات اللي هو مكتسبها اللي بتسمح له ان هو يوصل للمعلومات، اللي بتسمح له ان هو يوصل للمعلومات. فنلاقي ان الانترنت سهل الموضوع ده جدا، رغم ذلك مازال استخدامنا ليه في الموضوع ده بيبقى قاصر قوي. بمعنى دايما بنصح اي حد ادخل على جوجل ودور على اي حاجة، اي سؤال يطرق في ذهنك، اي سؤال تحب تتوسع فيه يا تعمل كده. بيجي هنا سؤال مهم قوي، من هو المحترف في استخدام الكمبيوتر؟ المحترف في استخدام الكمبيوتر يعني ما نقدرش نحط له معايير قوي، بس نقدر نقول اللي هو الاولى من الاحتراف ان يكون عندك ايه، ان انت تكون to be satisfied، يعني انك تكون مرضي باستخدام الكمبيوتر. بمعنى ان مفيش حاجة بتحصل للجهاز بتاعك او استخدامك للكمبيوتر، وحتى لو كان استخدام قاصر، بتحصل للكمبيوتر بتاعك غير المشكلة دي انت بتقدر تتعامل معاها. حتى لو كان التعامل انك تحط سؤال على النت، تتصل بواحد تسأله، تاخده لبتاع الصيانة تفهم منه، تتعامل معاه، بمعنى انك عندك حد ادنى من المعرفة او من الثقافة الكمبيوترية اللي بتسمح لك انك تتعامل مع الحاجة دي التعامل كويس. زي ما انت ممكن ما تقدرش تقرا، يعني مين اللي بيعرف، مين الشخص اللي بيعرف يقرا ويكتب اللي هو قادر على قراءة الكلام وفهمه واستيعابه. طيب هل في شخص في الدنيا بيقرا كل الكلام حتى بتاعت لغته؟ يعني انت لو قريت كله اي كتاب لغة عربية هتفهمه؟ لا، في كتب مش هتفهمها، هتلاقي كلمات جديدة عليك. امتى اقول بقى انك بتعرف تقرا وتكتب كويس؟ ان الكلام اللي انت بتقراه بتعرفه، اضافة للكلام اللي انت ما بتعرفوش في الكلام دي، المصطلحات الجديدة دي تقدر توصل لمعانيه عن طريق قاموس، عن طريق سؤال احد العلماء، عن طريق اي حاجة. يبقى حاجتين دلوقتي ان انا عايز اخرج بيهم من الموضوع ده. الحاجة الاولانية انك انت لازم يكون عندك حد ادنى من المعلومات انت اللي بتحدده، وانت اللي بتحط في دماغك المعلومات دي، وانت اللي بتحتفظ بيها، وانت اللي بتستخدمها. الحاجة التانية انك يكون عندك قدرة على اكتساب المعلومة. فقلنا ابسط طرق اكتساب المعلومات تدوير في جوجل، بالممارسة هتلاقي نفسك بتوسع، هتلاقي نفسك عندك قدرة اكبر. يتزامن مع دولة ان لازم يكون عندك شعور بالتمكن. فمن ضمن وسائل احساسك بانك بتستخدم الكمبيوتر كويس هو استخدامك السريع والقوي والفعال للكمبيوتر، ومن ضمن ادوات الاستخدام السريع والقوي والفعال ده استخدامك للماوس والكيبورد كادوات متزامنه مع بعضها، بمعنى انك بتبدل ما بين واحد للتاني. قد يكون الكلام فيه وجهه نظريه شويه، بس انا حبيت اوضح الصوره ديت علشان يمكن يكون في ناس كتير ما تعرفهاش. فانا ما يهمنيش انك تكون عارف كل معلومات الكمبيوتر قد ما يهمني انك تكون مرضي باستخدامك للكمبيوتر. استخدام الكمبيوتر ده استخدام فعال، استخدام مفيد، تقدر تنفع بيه نفسك واسرتك وعيلتك ومجتمعك وبيئتك، تقدر تنفع بيه كل الحاجات دي. طبعا نسينا نقول ان الحلقه ديت هي الحلقه رقم 59 من صاله اولى كمبيوتر بتاريخ 9 نوفمبر 2009 21 ذو القعده. في نقطه تانية كنت عايز اقولها. وهي
ان المعرفه اللي انا بقولك عليها ديت سنه اولى كمبيوتر بتوفر لك الشق الاول منه، وهي تكوين معلومات اساسيه عن الكمبيوتر ومهارات مبدئيه لاحترافيه التعامل مع الكمبيوتر. الشق الثاني عليك هو انك تبحث وتدور وتحترف استخدام برامج قد لا تتعرض لها سنه اولى كمبيوتر، وتنمي نفسك. بمعنى ان سنه اولى كمبيوتر ليه اسمها سنه اولى كمبيوتر؟ لانها بتحطك على اول الطريق، لكن مطلوب منك انك تكمل استخدام الفعال للكمبيوتر ده على ضوء هواياتك وبيئتك ومجتمعك وكل الحاجات اللي داخله في حياتك، فاهمني؟ فانا بنصحك ان انت تتوسع. بمعنى ان انا ما انصحكش ان سنه اولى كمبيوتر هتبقى المصدر الوحيد والاول والاخير لمعلوماتك في الكمبيوتر، لا ده طبعا غلط. وكون فرحان جدا بالناس اللي اتخرجوا من سنه اولى كمبيوتر زي ما انا فرحان بالناس الجداد اللي بيخشوا سنه اولى كمبيوتر. يعني الناس الجداد اللي بيخشوا يتفرجوا على السلسله ويتصلوا بيا ويشكروني ويتواصلوا معايا ويسالوني، ده طب فرحان بيهم جدا. كمان الناس اللي بيتخرجوا من سنه اولى كمبيوتر اللي بيشوفوا ان كفايه سنه اولى كمبيوتر، انا هتوسع بقى، خد سنه اولى كمبيوتر عرف سنه اولى كمبيوتر، لقى نفسه بيحب الفوتوشوب، دخل في الفوتوشوب بقى خلال 6 شهور 7 شهور مستخدم متوسط للفوتوشوب او محترف لاستخدام الفوتوشوب، ده نفرح بيه جدا. واحد دخل لقى نفسه بيحب الصيانه، توسع في الصيانه، او واحد دخل لقى نفسه بيحب الشبكات، دخل في الشبكات وخد الشهادات بتاعت سيسكو ومايكروسوفت وكده، ده حاجه كويسه قوي. تمام، ممكن ده يتطلب منك شهر شهرين سنه سنتين على حسب قدراتك وعلى حسب بيئتك وعلى حسب طبيعتك، بس انا قصدي ان لازم انت تقرر ان في لحظه من اللحظات انا اخرج بره سنه اولى كمبيوتر، انها ما تبقاش المصدر الوحيد ليك، علشان الناس القاصرة في تعلمها او في معرفتها على سواء الكمبيوتر هي خطوة انا خطيتها، وفريق العمل اللي كان معايا واللي دلوقتي معايا واللي هيبقى معايا في المستقبل ان شاء الله، باقي الخطوات عليك انت، باقي الخطوات عليك انت. فانا بمدي لك ايدي عشان اساعدك في الخطوة الاولانية، مدي لي ايدك انت بقى وساعدني في انك تكمل، لانك لما هتكمل سنه اولى كمبيوتر مستواها هيعلى، هتقدر تتعامل مع نفس سنه اولى كمبيوتر. يمكن في يوم من الايام بدل ما انت او انت دلوقتي بتسمع سنه اولى كمبيوتر او دلوقتي بتسمع سنه اولى كمبيوتر كواحد متعلم، يمكن في يوم من الايام تبقى انت المحاضر، ويمكن في يوم من الايام ان انت تكمل المشوار، ويمكن في يوم من الايام تبقى انت منافس سنه اولى كمبيوتر تعمل سلسله اخرى او مجموعه حلقات اخرى او دوره متكامله لتعلم الكمبيوتر او لتعلم فرع من فروع او مجالات الكمبيوتر. فانصح دايما الناس بان يكون عندها ايه الرؤيه الواضحه للموضوع ده، وان هي تكون عارفه بالظبط هي عايزه ايه من سنه اولى كمبيوتر. دلوقتي انت هات ورقه وقلم واكتب ورايا الحاجات ديت، وقف الفيديو وروح هات ورقه وقلم واكتب ورايا الحاجات دي. اكتب كنترول اللي هي سي تي ار ال زائد ايه، يعني كنترول ايه، كنترول زائد ايه يعني كنترول ايه، ده اختصار هنستخدمه في الايه في الكيبورد. ده واحد كنترول زائد ايه، اتنين كنترول زائد اس، تلاتة اف 12، اربعة الت تاب، خمسة الت شيفت يمين وشمال، ستة كنترول دال، سبعة كنترول جيم، 8 وين اللي هي اختصار ويندوز، وين اللي هي دبليو اي ان زائد دال، 9 وين بس، 10 وين زائد يو، 11 اف 1، 12 كنترول بي، 13 كنترول زد، 14 كنترول واي، 15 كنترول سي، 16 كنترول في، 17 كنترول اكس، 18 وين زائد ار، 19 اف 11، 20 تاب، 21 اسكيب، 22 الت اف 4، 23 شيفت زائد اف 10. دي مجموعة من اشهر الاختصارات اللي احنا هنستعرض بعضها، ماشي، وهسيبك تدور عن بعض الاخر. خليتك تكتبهم عشان يبقوا قدامك مكتوبين في ورقه، تبدا تتعود على استخدام الكيبورد في انك تستخدمها كاداه للتعامل مع الكمبيوتر بدلا من الماوس. فنيجي
اولا ان احنا نفتح مستند الوورد ده، الاختصارات دي بعضها للويندوز، يعني بعضها للويندوز ده من غير ما احنا نكون بنستخدم اي برنامج، وبعضها للبرامج المختلفه واشهرهم طبعا برنامج الوورد. بس الحاجات اللي تنفع في الوورد دي يعني تنفع بعضها في حاجات تانية. لو فتحنا مستند جديد، فتحنا مستند من المستندات اللي موجوده عندنا ديت، طبعا بالمره كده انا اقدر بدل ما انا بختار بالماوس كده اقدر اختار بالكيبورد الاسهم بتاعت الاتجاهات، الاربع اسهم اللي هم فوق وتحت ويمين وشمال، ابدا احرك كده واختار مستند كده، انا منزل لتحت اختاره كده وبعدين اضغط انتر، يبقى انا كده شغال بالكيبورد. انا عايز اشتغل بالكيبورد من غير ما اشتغل بالماوس خالص، كويس تمام. يبقى انا كده ايه، فتحت المستند ده. لو انا عايز اجري تعديلات على كل ما يحتوي المستند، كل الحاجات اللي هنا ديت، طبعا انا ممكن انزل كده بالكيبورد، وممكن انزل كمان، ممكن انزل كده بالقصد بالماوس، وممكن انزل كمان بيج داون بيج داون بيج داون بيج داون بيج داون بيج داون. طبعا احنا عارفين اسامي الزراير من الحلقه بتاعت يعني ايه كيبورد، اللي مش عارف اسامي الزراير اللي احنا شغالين عليها ديت يرجع للحلقه بتاعت يعني ايه كيبورد. فانا بنزل بيج داون بيج داون بيج داون بيج داون، يبقى انا كده بنزل صفحه، بيج اب بيج اب بيج اب لحد ما اطلع فوق. لو انا عايز اعلم على كل الكلام اللي موجود في المستند بعمل كنترول ايه. كنترول ايه يعني ايه؟ يعني اضغط على الزرار بتاع كنترول اللي انا عارفه برضو من الحلقه بتاعت يعني ايه كيبورد، وبعدين اضغط عليهم على استمرار بصابع من صوابع ايدي الشمال، وبعدين اضغط بصابع ايدي اليمين على كنترول على الايه. ما انا كده علمت على كل الحاجات اللي في المستند كنترول ايه. كويس كويس جدا. يبقى اول زرار انا بعلم على دول كلهم. طب لما بعلم على دول كلهم ايه الفايده؟ الفايده ان انا بقدر اعمل لهم كلهم تغيير ما، ممكن اجيب بعد ما علمت عليهم كلهم كده اجيبهم كلهم يمين، يبقى انا جبت المستند كله يمين، ممكن اجيبه كله في الوسط، اجيبه كله شمال، اكبر خطه كله، اصغر خطه كله. يبقى ده بيسهل لي الموضوع قوي، لان بيخليني معلم على المستند كله زي ما انا عاوز، واجري التغييرات يعني زي ما انا عاوز. طبعا بعض التغييرات ديت، بعض الاختصارات دي هنقولها خلال شرح حلقات الوورد، قلنا بعضها فعلا. طبعا الاختصار اللي بعد كده تاني كنترول اس، كنترول اس اللي هو بعمل سيف، اللي هو بعمل سيف للمستند، وبعد كده اف 12 لما احب اعمل سيف اس. طبعا احنا عارفين الفرق ما بين السيف والسيف اس، واللي مش عارف يرجع الحلقات بتاعت شرح الوورد 2003 بالتفصيل الممل. كنترول زائد اس واف 12، كويس. يبقى دوت من ضمن الاختصارات، اف 12 اضغط عليه اهو يعمل لي سيف اس، يبقى انا عندي اف 12 لو ضغطت عليه يعمل لي سيف اس، كنترول اس يعمل لي سيف على طول، سيف ايه فوره تمام. لو انا فاتح اكتر من برنامج اهو اهو، مثلا ده مثلا ده، فاتح انا اكتر من برنامج من البرامج ديت وعاوز، ممكن اقلب عن طريق ايه؟ ممكن اقلب عن طريق من تحت، اضغط على البرنامج اللي انا عايزه بالماوس، وممكن اقلب بالالت تاب، الت مع الاستمرار وبعدين اضغط على تاب. شوف كل حاجة مفتوحة قدامي وبختار اللي أنا عاوزه. يبقى ده اختصار كمان مفيد جدا لما بحب أستخدمه. هتلاحظ طول ما احنا ماشيين إن احنا ممكن نستغني تماما عن استخدام الماوس. تقريبا ممكن نستغني تماما عن استخدام الماوس، وأقول لك إزاي حل. فتحنا أهو، وفتحنا صفحة جديدة. دلوقتي انا عايز اكتب كلام بالعربي، فببدا اكتب. حبيت اكتب كلام انجليزي بعمل ايه؟ بقوم مغير اللغه. اغير اللغه ازاي؟ شيفت الت شيفت شمال يخليها لي انجليزي. طيب حبيت ارجع للعربي تاني، الت شيفت اللي هما ناحيه اليمين يخليها لي عربي. يبقى انا عندي الت شيفت شمال والت شيفت يمين، ده بيخليها لي عربي وده بيخليها لي انجليزي. قصدي بالت شيفت شمال اللي هما الالت والشيفت الاثنين ناحيه ايدي الشمال، والالت شيفت يمين ناحيه ايدي اليمين. طيب كتبت انا اي حاجه باسم الله الرحمن الرحيم، حابب ان انا اكبر الخط ده، فبعمل كنترول دال يبدا الخط يكبر معايا، كنترول جيم يبدا الخط يصغر معايا. يبقى دوت اختصارين برضو شهيرين جدا في الوورد وفي برامج كتير تانية. يعني انا بقول الوورد كمثال، احنا دلوقتي بنستعرض الاختصارات بتاعت الويندوز، اشهر اختصارات الويندوز والبرامج. في بعد كده اللي هو الوين زائد الدال، وين اضغط على وين وما اشيلش ايدي واضغط على الدال هيقوم جايب لي الديسك توب. يبقى انا عايز اجيب الديسك توب في ثانيه، بضغط على وين وبضغط على الدال، ضغطت على وين وعلى الدال تاني يرجع لي النوافذ مفتوحه، وين والدال تاني يبقى ايه
نفس الحاجة بتقوم جايبها لي الديسكتوب، نفس الحاجة بتقوم مرجعاني النوافذ اللي كانت مفتوحة. وين بس بيفتح لي قائمة الستارت لو انا محتاج افتح قائمة الستارت، وبعدين ابدأ اتحرك بقائمة الستارت بقى في الايه، بالاسهم دلوقتي انا طالع ونازل اهو. كويس تمام. في حاجة كمان في قائمة الستارت انا ممكن استغلها، هي ان قائمة الستارت غير موضوع الاسهم ده، بعد ما فتحتها هلاقي ان تحت كل كلمة في حرف من الكلمة ديت مشدود تحته خط. لو خدت بالك هتلاقي في الرن مشدود تحت حرف الار خط. فانا لو ضغطت على الوين، طبعا لما بضغط على الوين مرتين بتتشال، لما اضغط عليها مره واحده بتظهر قدامي. لو ضغطت كده وبعدين ضغطت على الحرف الار، معنى ان الار مشدود تحتها خط ان هي هتشغل الران. يبقى انا لما اضغط على الار دلوقتي هتشغل الران. طب الار مش راضيه تيجي، يبقى انا اغير اللغه تانية، اخليها الت شيفت، الت شيفت شمال عشان اخلي اللغه انجليزي. اهي كده خليت الريال بلاير، وصلنا عند الريال بلاير، اقوم ضاغط كده ايه انتر يقوم مشتغلها لي. طيب واحد يقول لي طب ينفع اضغط على الوين مع الار في نفس الوقت؟ اه هيقوم فاتح لي، هيقوم فاتح لي الرن على طول بدل ما يفتح لي قائمه الستارت اصلا. يبقى انا ممكن اضغط على الوين وبعدين اضغط على الار واقوم ضغط انتر، او ممكن اضغط الوين والار مع بعض فيقوم فاتح لي الرن على طول. بس خلي بالك انك تحول اللغه الانجليزي قبل ما تعمل كده، يعني لو حولت اللغه العربي وقعدت اضغط هلاقي الوين مش معبرني اصلا، هلاقي الزراير مش معبراني اهي، ليه؟ لان اللغه دلوقتي عربي. فانا احول اللغه الانجليزي تاني، الت شيفت شمال وبعدين اقوم ضاغط كده واقوم ايه جايب الريال بلاير اهو، وبعدين جايب الرن. يبقى انا كل الحاجات اللي قدامي الدوكيومنتس ديت انهي اللي يجيبها؟ الدال، المانيتور بليسز، الكنترول بانل، السي، اللي مش عارف ايه، كل واحد من الحاجات ديت ايه اللي يجيبه هو هو الحرف اللي تحتيه خط. طبعا انا عندي هنا اختصار شهير جدا للهيلب اند سبورت سنتر. ممكن بدل ما اجيبه من هنا طبعا احول اللغه الانجليزي تاني واقوم فاتحها اهي. شوف الار مش تحتها خط هنا، يبقى انا اللغه مش مظبوطه عندي. الار تحتها خط، الاتش يبقى انا هجيب الهيلب اند سبورت سنتر. ماشي. الهيلب اند سبورت سنتر ده ممكن اجيبه كمان بالاف ايه، بالاف واحد. اي هيلب في الكمبيوتر ممكن اجيبه بالايه، بالاف واحد. بس طبعا محتاج ان انا اقفل البرامج ديت وبعدين اضغط عليه فاقوم جايبه بالايه، بالاف واحد اهو. ده الهيلب اند سبورت سنتر لو انا عايز اسال اي سؤال عن الكمبيوتر او كده او ادور على حاجه. بعد كده عندنا حاجه اسمها كنترول بي، وهي بتاعه الطباعه. بمعنى ان انا لو انا عايز اطبع اي حاجه في اي برنامج بضغط على كنترول بي. عملنا من هنا اوبن، جبنا الديسك توب وجبنا الكمبيوتر، وعايز اطبع انا كيف تلتهم كتابا ده، عايز اطبعه نسقته، او نفترض ده التنسيق اللي انا عايز اطبعه، عايز اطبعه بقوم ضغط على كنترول بي، بيفتح لي النافذه بتاعه الطباعه. ببدا اظبط بقى في الاوبشنز بتاعه الطباعه، اللي هو انا عايز اطبع على انهي طبعه، وهطبع كارنت بيج، هطبع الصفحه الحاليه فقط ولا كل الصفحات ولا ايه، وبعدين في الاخر اضغط اوكي. هنا بقى نصعد الكلام ده طبعا في الوورد، بس انا بقول الاختصار بتاعها كنترول بي. في حاجه برضو حابين نقولها وقلناها قبل كده، اللي هي الكنترول زد والكنترول واي، وايه الفرق ما بينهم. دلوقتي انا لو جبت البنت ده اهو، جيت انا قمت كاتب 11 ورجعت خليت ال 11 دي علمت عليها وكتبت فوقيها 12، عملت اوفر رايت عليها. لو عملت ال 11 كتبت اول بعدين 12، لو عملت كنترول زد ايه اللي هيحصل؟ هقوم راجع لل 11 تاني. كويس. طيب لو عملت كنترول واي، كنترول واي تقوم راجعاني لل 12 تاني. ده الفرق ما بين الكنترول زد والكنترول واي. اجي انا اعمل الموضوع ده هنا كده اهو 11. كويس، علمت انا على 11 كتبت 12، عايز ارجع لل 11 كنترول زد، كنترول زد ده 2 كنترول زد. ها بقى تاني اعمل كنترول زد لحد ما حاجه انا عايزها تيجي، عايز ارجع لل 12 كنترول واي، كنترول واي. خلاص. يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي يعني ارجع في كلامي وبعدين ارجع في كلامي اللي انا رجعت فيه، ارجع في كلامي وبعدين ارجع في كلامي اللي انا رجعت فيه بتاع كنترول زد وكنترول واي. اي حاجه بقى، اي غلطه وانا بكتب في الكمبيوتر، كتبت حاجه غلط، عدلت حاجه وطلعت وحشه، حطيت صوره وما طلعتش هي، عايز ارجع في كلامي في اي وقت نتيجه اي غلط، بعمل كنترول زد.
يعني دايما الناس بتحتاس اول ما يغلط في المستند بتاع الوورد يقول لك الغلطه دلوقتي وهذه سيفها والمستند هيبوظ ومش عارف ايه. لا، انت اول ما تغلط اعمل كنترول زد خلاص. تمام. من الحاجات الشهيره جدا برضو استخدام الكوبي والبيست، اللي هي انا دلوقتي لو انا عايز اعمل كوبي وبيست في المستند في اي حاجه في الكمبيوتر، بقوم معلم على الحاجه اللي انا عايز اعمل لها كوبي مثلا، واقوم ضاغط عليها كنترول سي، يبقى انا خدت منها نسخه كويس، وبعدين اقوم نازل السطور ديت. عايز بقى احطها اعمل لها بيست، يبقى انا خدت كوبي المره اللي فاتت كنترول سي، عايز اعمل لها بيست كنترول في، يبقى انا الكوبي كنترول سي البيست كنترول في. طيب الكات بقى انا عايز اخدها من هنا وانزلها تحت كنترول اكس، ده الكات، واقوم نازل حاططها كنترول في، يبقى انا بعمل كنترول اكس بعدها كنترول في او كنترول سي بعدها كنترول في. بس ايه الفرق؟ ان كنترول اكس بتقص الحاجه، انما كنترول في بتاخد منها نسخه فقط. حلو. طيب هل ده في الحاجات دي بس ولا في المستندات كمان؟ يعني ينفع في جوه المستند بس ولا في الفايلات كمان؟ ممكن انا اخد ايه فايل اللي هو مثلا كتاب ثقوب في الضمير بتاع الدكتور احمد عكاش، اقوم واخده كنترول سي واقوم نازل هنا واقوم عامل كنترول في، راح فين؟ كنترول سي اهو، المفروض اعمل كنترول في يجي اهو. ماشي. يبقى انا لما باجي اعمل كنترول سي وكنترول في بعمل ايه؟ الموضوع زي ما احنا قلنا كده، بيعمل لي كوبي وبيست سواء في المستندات او سواء في بتاع. ازاي كده؟ بتلاقي واحد قاعد على الكمبيوتر بيقوم عامل ايه؟ معلم الحاجات دي كلها وضغط كنترول سي، وبعدين رايح على الفلاشه بتاعته مثلا او على اي حاجه وضغط ايه؟ كنترول في، ينقلها في ثانيه. خلاص؟ تمام. قلنا طبعا الوين والار والوين والدي، الوين والار عشان افتح الرن، ورن ده قلنا ان هو من اهم الحاجات اللي في الكمبيوتر ومن اسرعها استخداما، الوين والدي علشان ايه؟ اجيب الايه؟ الديسكتوب. دلوقتي لو فاتح المستند ده عايز يعني مشوش تفكيري بالحاجات اللي مكتوبه كتير ديت، فعايز اعمل حاجه اسمها الفول سكرين، بضغط على اف على اف 11. ما عندهمش هنا اف عندهمش البتاع العجيب ده. لو فتحنا ده وضغطنا على اف 11، ده هو الفول سكرين، اللي هو انا شلت القوائم والحاجات اللي ملهاش لازمه وخليت حاجات بسيطه جدا ممكن اعمله في الويندو في اي برنامج اهو. اف 11 اف 11 كويس، في الاندرويد اكسبلور او في اي برنامج لو انا عايز اعمل له ايه فول سكرين. طبعا في الفيديو، لا في الفيديو لو انا عايز اعمل فول سكرين بضغط كنترول انتر. الفيديو لا، يعني انا بعرف فيديو من فيديوهات سنه اولى كمبيوتر وعايز الفيديو ده يملا لي الشاشه بضغط ايه؟ كنترول انتر. كويس. بس انا لو جبت فيديو حالا هيظهر لك ان هو صورته سودا، يبقى الاف 11 دي بتاعت البرامج، انما كنترول انتر بتاعت الفيديوهات. اكتبها عندك، ضيفها اللي احنا كاتبينه، كنترول انتر بتاعت الفيديوهات. لا مش كنترول انتر، قصدي الت انتر. الت انتر اللي هي لما ضغطت عليها حالا فتحت لي ديت. بس لو ما يكون فيديو بتعيد هتظهر لي كامل، الت انتر. كويس. ممكن تضغط على الفيديو كليك يمين وتختار فول سكرين برضه، والفيديو بتعيد تضغط عليه كليك يمين وتختار فول سكرين، او الت ايه او الت انتر. تمام. لا ده طلعت ما كمان ما بتظهرش الموضوع بتاع التاسك، ما ده نزل ضغط على زر غلط. المهم طيب في حاجة تانية دلوقتي، لو انا عندي في البتاع بتاعي ده المستند بتاعي فيه اكتر من، يعني لو دخلنا هنا مثلا في كنترول بانل في اكتر من خانة محتاجين ان احنا نملاهم، يعني مثلا وانا داخل على الايه ده
كنت عايز من هنا ايه نسيت، مش الانترنت اوبشنز، لا اهو. مثلا لو انا هنا ببني، عايز املى التلات خانات دوت ورا بعض، اي حاجه في الدنيا، ده اللي هو مثلا عايز املى تلات خانات بتوع الاي بي اللي هم موجودين دوت، الاي بي ادريس والسبنت ماسك والديفولت جيت واي. طبعا مش موضوعنا دلوقتي الشبكات، المهم بس لو انا عايز املى التلات خانات ورا بعض، هلاقي التلات خانات بيتملهم بيتملهم واحد تلو الاخر. لو انا كذلك في منتدى وبملى خانات بتاعت بيانات المنتدى، لو انا في اي حاجه في شويه خانات مرصوصه تحت بعضها، شويه حقول فيلدز ديت انا عايز املاها، ببدا املا اي ارقام، انا اكتب ارقام على شويه، مثلا هو 192 اي حاجه، 55 55 55، طبعا الارقام دي عشوائيه ما حدش يجربها ماشي. وبعدين بقوم عامل ايه، تاب، تاب يقوم منزلني لتحت، اقوم عامل تاب كمان كويس، يبقى التاب بينزلني خانه لتحت. ده فايدة زرار التاب، مثلا 108 مش عارف ايه، اي ارقام اهو. هو اصلا قال الفاليوز لازم تبقى من بين 255 ماشي اهو، اي ارقام كويس. يبقى دلوقتي انا مليت الثلاث خانات عن طريق ان انا بملى الاولانيه وبضغط تاب، بملى الثانيه وبضغط تاب، بملى الثالثه وبضغط تاب. بمعنى ان التاب ده بيخلينا نط من خانه لخانه، بعد ما اخلص الخانه انط للخانه اللي بعدها، يبقى دي فايده التاب كويس. فديت من الزراير اللي احنا قلناها. بعد التاب في الاسكيب، لو انا فاتح اي لعبه او فاتح اي فيديو، حاجه مليانه الشاشه، حاجه مفيش قدامي غيرها، حابب اخرج منها، على طول زرار الاسكيب اللي هو الهروب اللي بيخرجني منها. لو انا اي حاجه مفتوحه قدامي وعايز اقفلها بضغط الت اف 4. لو كانت الشاشه دي مفتوحه، مع ملاحظه ان هي لما تبقى مفتوحه تبقى البتاعه دي زرقاء مش باهته، لو كده خلي بالك بتاع دي باهته. لو انا ضغطت الت اف 4 دلوقتي هيقول لي عايز تقفل الجهاز، هيفتكر انك عايز تقفل الجهاز، وده اخر حاجه في الالت اف 4. يعني انت هنا الت اف 4 الت اف 4 الت اف 4، هو خلص كل حاجه، بعد كده مش هيلاقي حاجه يقفلها غير الجهاز، فهو بيقول لي عايز تقفل الجهاز، اقول له لا كنسل. طيب امتى بقى يقفل الريسايكل بين المفتوحه دي؟ لما اضغط الت اف 4 وديت زرقاء مش باهته، دلوقتي هي زرقاء اهي، دلوقتي هي باهته خلاص. لو ضغطت الت اف 4 دلوقتي ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هيجيب لي ايه الموضوع ده. لو انا عايز اقفل دلوقتي بخليها زرقاء، بضغط عليها يعني عشان اخليها زرقاء، وبعدين بضغط الت اف 4 بيقوم قافل لي النافذه دي تمام. في حاجه كمان في الوورد ما قلناهاش، ان انا لما بحب اعرض القائمه المختصره اللي هي ديت مثلا للكلام ده، ممكن اضغط شيفت اف 10، دي القائمه المختصره، بدل ما اضغط كليك يمين يعني شيفت اف 10 في الوورد، شيفت اف 10 في الوورد اسرع من الكليك يمين في بعض الاحيان كويس. احنا كده صعدنا اهم الايه، اهم الاختصارات اللي انا كنت عايز اقولها. فاضل حاجه، ايه هي اسرع طريقه لقفل الجهاز؟ اسرع طريقه عايز اقفل الجهاز في ثانيه، خلي بالك معايا، انا هعملها بالراحه، هضغط على على الزرار بتاع الوين اللي هو بتاع الويندوز اللي مكتوب عليه العامل بتاع الويندوز كويس. هلاقي هنا التيرن اوف موجود عليه حرف يو، اضغط على يو الوين، اضغط على اليو، هيفتح النافذه دي، اقوم ضاغط على اليو كمان مره، هيقوم الجهاز مقفول. طبعا لو عملت كده قدامك التسجيل هيتقطع ومفيش حاجه هتتسجل اصلا خلاص. ايه بقى الخطوات اللي احنا عملناها؟ ضغطنا على الوين، وبعدين ضغطنا على اليو مره، وبعدين ضغطنا على اليو كمان مره، يعني اضغط على الوين واضغط على اليو مرتين. دي اسرع طريقه لقفل جهاز الكمبيوتر، قفل جهاز في ثانيه. تلاقي الناس اللي على طول في مراكز بتاع الصيانه وبتاع قدامه 20 جهاز بيفتح ويقفل ومش عارف ايه وبتاع، فمحتاج حاجه مش لسه هيمسك بقى الماوس بتاع كل واحد وبتاع، هو بيبقى مش موصل له ماوس اصلا، بيبقى موصل له كيبورد عشان يشتغل عليها زي ما انا بقول لك كده، ومن غير ماوس وبتاع، وفاتح 20 جهاز قدامه، يقوم ضاغط على الوين واليو، الوين واليو، معدي على الاجهزه كلها قافلها كلها في ثانيه واحده، بدل ما لسه هيقعد ويمسك الماوس ويلاقي الماوس معلق والحركات اللي بتحصل دي خلاص. استعدنا دلوقتي اهم الاختصارات او اشهرها او اشياعها او اللي الناس بتستخدمها عاده في مختلف الحاجات. طبعا مش دي مش كل الاختصارات.
بس انا حبيت اوريك بعض الاختصارات. في اختصارات تانية هتلاقيها انت مهمة وقد يكون سوي عليها وما قلتهاش، بس انا وريتك الاختصارات بشكل عام. ابدأ انت جرب في بقية الاختصارات، ابدأ خبط اصلا في الزراير، جرب الشيفت مع الايه، جرب الشيفت مع الاس، جرب الشيفت مع الاف، هتلاقي في زراير كتير ما بتعملش حاجة، بس هتلاقي في برامج معينة بتعمل وفي برامج تانية لا، وهتلاقي في زراير هتكتشفها انت لوحدك وهتكتشف ان هي مهمة ومفيدة وسريعة وفعالة بالنسبة لك. خلاص هنبقى نرفق كمان، او هنبقى نرفع التكست ده هو بتاع اختصارات لوحة المفاتيح، ده بيتكلم عن اختصارات الوورد بالتحديد يعني، ماشي؟ فهو اضغط من اجل يعني هتضغط على حاجة علشان تعمل لك كذا، فبقول لك لو انت فاتح الوورد وعايز تعمل مستند جديد هتلاقي هنا من فايل من نيو، لو انت عايز تعمل مستند جديد هتضغط كنترول ان يقوم فاتح لك مستند جديد. انا كان عندي واحد بقى عندي اتنين، كنترول ان كمان بقى عندي تلاتة. كويس ماشي، ده اول واحد. لو انت عايز تفتح مستند، يعني عندي مستند عايز افتح كنترول او، يقول لي ان في المستند اللي انت عايز تفتحه قوم ضاغط هنا قوم ضاغط هنا قوم داخل على المستند اللي احنا بنجيبه كل مره بتاع كيف تنجز. كويس، يبقى انا دلوقتي كنترول او، في حاجه اسمها كنترول دبليو اللي انا عايز اغلق المستند ده، فبضغط على كنترول دبليو المستند اللي بعده وعايز اغلقه هو كمان كنترول دبليو. الكنترول دبليو ده بيقفل المستندات المفتوحه زي ما انت شايف. هتبدا تمشي معاهم بقى، تلاقي كنترول اس والالت اف لانهاء الوورد لو انت عايز تقفل الوورد، طبعا مش الوورد بس، لاي برنامج. والكنترول اف، الكنترول اف عشان تعمل فايند لحاجه معينه في المستند، ان يعني كانك بتعمل سيرش جوه المستند، تكرار البحث الت كنترول واي، وهتلاقي الاسكيب لالغاء الاجراء، الالت كنترول لهوم لاستعراض المستند، تكبير الخط وتصغير الخط، ها تكبير حجم مش عارف ايه، هتلاقي بقى حاجات كتير قوي. انا عايز بس يمكن حاجه اللي يكون محتاجه شويه توضيح مني، مفيش كنترول بي عشان تعمل البولد، كنترول يو علشان تعمل تنسيق التسطير اللي هو تشد تحت كلمه سطر، كنترول واحد كنترول اتنين كنترول خمسه كنترول صفر. ديليت حذف حرف واحد من اليسار، كنترول ديليت حذف كلمة واحدة من اليسار، كنترول اكس وكنترول زد اللي احنا قلناهم، كنترول اف 3 قص الى المصطلحات الخاصة. الحاجات دي بقى مش هتبان من الكلام اللي مكتوب قدامك ده، هتبان امتى؟ من استخدامك ليه. يعني انت تمسك الاختصاصات دي كلها وتنك تجربها قدامك اختصاصات كتير قوي. هل انت مطلوب منك تحفظ كل هذه الاختصارات؟ طبعا لا، انت تحفظ الاختصارات المهمة بالنسبة لك بس. انا هفرق لك هو عدد كبير من الاختصارات عشان تبدا تجربهم في الوورد بالتحديد، ومن الوورد تبدا تستخدمهم في باقي برامج الاوفيس وباقي البرامج اللي انت بتتعامل معاها، سواء كانت برامج محادثه او برامج اي حاجه، هتلاقيها مفيده جدا جدا ليك. كمان هتبدا تستخدم الكمبيوتر او استخدام اكثر فعاليه، وهتبدا تلاقي نفسك بتستخدم الماوس والكيبورد، ايديك الاثنين شغاله ما بين الماوس والكيبورد، سرعتك بدات تزيد. بعد كده لو اتعلمت اي برنامج من البرامج اللي بتعتمد على الماوس على الكيبورد قصدي بشكل اساسي، في برامج بتعتمد على الكيبورد بشكل اساسي كتير، يعني هتلاقي نفسك فعال. او طبعا ده يعني ان الماوس ملوش لازمه، لا اكيد الماوس فيه حاجات هو فيها اسرع، بس برضه الكيبورد فيه حاجات هو فيها اسرع. اظن كده صعدنا حاجات كتير، وفي الحلقه ديت يا رب تكون حلقه مميزه وفكرتها جديده وفعاله، ويا ريت نلاقيك بعد كده محترف ومستخدم جيد للكيبورد. طبعا لاستكمال باقي الحلقات ممكن تدور على جوجل عن سنة أولى كمبيوتر، وعايز انضم لفريق العمل بتاعنا تراسلنا أو تتصل بينا. بس طبعا يمكن في الفترة الحالية اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي في مشاكل في موضوع النت عندي، فالناس تعذرنا، أو أنا ما بتخش على الماسنجر ده، على الماسنجر بالإيميل ده، الناس اللي عايزه تضيفني تضيفني، واللي عايز يبعت رساله اهلا وسهلا مفيش مشكله، بحاول قدر المستطاع ارد على كل الرسائل اللي جات لي. بس انا حاليا ما عنديش نت، فالناس تصبر عليا في موضوع التاخير ده. يمكن طبعا الحلقه دي توصلك متاخر شويه، فتكون مشكلتي النت اتحلت، فانت ضيفني وشوف انا هبقى موجود ولا لا. لو عايز تشوف السلسله برضو اهلا وسهلا بيك فنشرها على المنتديات العربية المختلفة، وكمان لو عايز تنشرها وتتناقلها بين أهلك وأصحابك وأقربك أهلا وسهلا، تربح معانا ثواب نشر العلم. شكرا ليكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.